أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: إذا كنت على طهارة وقمت بتنظيف الطفل الصغير من القاذورات، هل ينتقض وضوئي بذلك؟ لا ينتقض وضوءها بتطهير الصغير إلا إذا مست فرجه بيدها مباشرة، إذا لمست فرجه مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها. أما إذا كان من وراء حائل على يدها شيء، لافت على يدها أو لابسة على يدها قفاز ونظفت الطفل، هذا لا ينقض وضوء، أو غسلت نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فهذا لا ينقض وضوءها. نعم.